لتاني يوم. طب خليه يعكس بقى، يمكن دياب بيتكلم على الناس اللي اخذوا اجازه، في ناس زي حالتنا ما خدوش اجازه ويفضلوا ان هم يشتغلوا، في ناس كتير على فكره في قطاعات كتيره مثلا مش متاح ليهم فكره الاجازات وخصوصا في العيد، دول ازاي يتعاملوا علشان برضو ما هو في النهايه احنا بشر وبيبقى نفسنا نسافر ونفسنا نروح لاهلنا ونفسنا يحصل زيارات، عمليه التوازن النفسي برضو علشان اقدر اكمل، ما انا ما خدتش اجازه وهروح وهنزل يوم الاحد عادي زي الناس اللي بيشتغلوا. وهي نفسيه البني ادم عامله زي الكوبايه بالظبط، لو احنا نشبهها تشبيه بسيط، لو انت داخله على فتره شغل كتيره زي مثلا فتره العيد بالنسبه لكم انتوا كاعلاميين بتبقى فتره مشحونه شويه، وانت الكوبايه عندك مليانه فانت هتنفجري. لكن لو انا طول السنه بعمل حاجات، يعني انا عايز اقول لك حاجه صغيره، للاسف المصريين ما بيحبوهاش رغم ان هم ما جربوهاش بسبب فيلم عائله زيزي، هم فاهمين ان اليوجا والميديتيشن او التامل هو ان واحد يقعد يعمل كده، يا جماعه ده مش صح. اليوجا والتامل دي حاجات من العلوم العظيمه جدا اللي شعوب كتيره جدا زي الشعب الياباني والشعب الصيني بيستخدموها، فبيلاقي هو طول ما بيستخدمها طول السنه فبيطلع كل الشحنه النفسيه السيئه او السلبيه اللي عنده، فهو بيقرب شويه من حاله اتزان نفسي، فما فيش مشكله انه يتضغط مثلا في شغل فتره طويله، انه لا قدر الله يحصل له حاجه مثلا ابنه تعب، فهو متوازن نفسيا، فلما تحصل اي مشكله يقدر يتقبلها. لكن انا لو في حاله عدم توازن نفسي فانا جايب اخري وجيتي حضرتك مثلا تهزري معايا، رحت قافش عليكي طبعا، رغم ان الهزار اللي عملتيه كان هزار عادي جدا، بس ليه؟ لان انا جايب اخري. فلازم الناس تفهم ان البالونه نفسها اللي هي النفسيه بتاعت البني ادم لازم اعمل لها نوع من عدم، اشيل الضغط اللي عليها تنفيس. عشان التنفيس يس. بحيث ان انا لما اتحط في ضغط شغل هتحمل، وحك في بنك مثلا ممكن تلاقي الولد اللي واقف على التيلر ده بتقول له يا ابني خلصني بس انا بقالي، ما اعمل لك ايه؟ هو منفعل ليه؟ لان صح. هو نفسيا مضغوط وفجاه لقى طابور قدامه فبيعمل ايه؟ فبيروح طالع في الناس اللي قدامه، صح؟ فهي دي الفكره، احنا محتاجين نوصل لحاله التوازن النفسي طول السنه، نمشي، نلعب رياضه، نعمل يوجا، نسمع موسيقى، فانا هنا في حاله الى حد ما ريلاكسيشن، فلما اتحط في ضغوط نفسيه هتحملها، لكن لو انا على اخري وظهر اي حاجه صغيره هتخليني في الاخر ان انا يحصل لي نوع من السقوط النفسي. واخد بالك انت بتقولي مضغوط، كوبايه مليانه، واخدين شهر رمضان كله وبعدين طلعنا على العيد برضو كله، فهو بيقول لي هتنفجري دي، يعني اللي هو ايه دكتور رافض. بس عارفه يا فاتن لو انت بتحبي الحاجه اللي بتعمليها هتتحملي الكلام ده، صح؟ يعني انا مع حضرتك، يعني احد شعوب العالم اللي هم بيعشقوا الشغل واحنا بنعتبرهم يعني رول موديل كده او قدوه، الشعب الياباني. الشعب الياباني هم بيحب الشغل، بيحب الشغل وبيكره الاجازه. هو احنا مش بنقول ان احنا بلاش ناخد اجازات لان الاجازات مطلوبه للتوازن النفسي، لكن ما ينفعش مثلا يعني اي دوله عايزه تتبني لازم الناس تبقى فاهمه اهميه العمل، فاخد اجازه عشان اعمل توازن نفسي، لكن ما ينفعش مثلا تيجي تقولي لي ايه؟ طب ما تدوني اجازه شهر، يعني ايه شهر؟ طب اخد شهر ما بعملش حاجه؟ يعني احساس صعب قوي. لكن الناس الكسوله واللي اتعودت على كده هو عايز، هو الاجازه بالنسبه له القاعده والاستثناء هو الشغل. طب ما خليني هاخد نصيحتك برضو في جم في حاجه مهمه قوي، الناس اللي ما بتقدرش انها، يعني انا بلاحظ ان دايما الناس اللي يعني اللي بره الاجانب بيبقى وقت الاجازه اجازه، وقت الشغل شغل. احنا عندنا هنا كتير في مصر حتى لو اخذنا اجازه احنا شايلين معانا، وتلاقي انت متابع الشغل وممكن يجي لك مكالمه تليفون، كل حاجه تعكنن عليك بس انا اقول لك حاجه صغيره، يمكن دي حاجه عكس الشائع، علم الاداره دايما يقول لك اعملي توازن. عكس يمكن هو في الحته دي متعارض شويه مع حته الطب النفسي، انه في الاجازه ايه المشكله ان انا عندي مثلا انا بنام 8 ساعات فانا عندي مثلا 16 ساعه انا فاضي فيهم، ايه المشكله ان انا اخد ساعه او اتنين اعمل حاجه تفيدني؟ يعني مش كل ال 16 ساعه ابقى قاعد قدام التلفزيون او قاعد على البحر، ايه المشكله ان انا اقرا مثلا حاجه نص ساعه في اليوم هتفيدني بس مالهاش علاقه بالشغل اللي انا قاعد شغال بيه ست ايام، يعني او تمارس شغلك او دكتور او حتى تمارس شغلك بحيث انك انت تقلل من عليك عشان ما ترجعش تتصدم بعد العيد، يا نهار اسود ده انا ورايا بلاوي. طب ايه المشكله ان انا نص ساعه اخلص حاجه النهارده، نص ساعه اخلص؟ على العكس ده انت عارف لما بيكون عندك في اليوم حاجه عايز تعملها وسط الراحه بتحس ايه؟ يعني طب حلو هخلصها، بعد ما خلصت حته طب الحمد لله انا هاخد بقى راحه دلوقتي، لكن انت احيانا بتقعد واخد راحه فتره طويله بتزهق من الراحه. ففكره التوازن، لكن فكره ان انا بفصل خالص، هم ربما يقصدوا بيها انه بعض الوظائف احيانا بيضايقوك، تبقى انت قاعده في البيت
زي الاطباء كده اللي هو الانكول الحدفي كده، طبعا مش حاسس ان انا مستمتع بالاجازه. ستاند باي يعني. لا هو مش ده اللي انا اقصده، اللي انا اقصده لو جالي فرصه كده نص ساعه اعمل حاجه، اقرا حاجه، اخلص حاجه ممكن تبقى توفر عليا وقت بقى ان ارجع يوم الاثنين، فده ممكن يبقى حتى الى حد ما في نوع من المنطق يعني. طب عشان خاصة الناس بقى ايه هم في الاجازه، فاحنا قاعدين نكلمهم عن الشغل فنرجعهم تاني للاجازه ونقول لهم ازاي يستثمروا اجازتهم بشكل صحي نفسيا وبشكل ايجابي وبشكل مفيد وبشكل يفيدهم ما يضرهمش لما يخلصوا الاجازه. فمن وجهه نظر حضرتك ايه الحاجات اللي ممكن اعملها في الاجازه تفيدني يعني؟ طيب هو دايما حتى علم الاداره كده بيقول حاجه مهمه جدا، ان ده اي حاجه انت داخل عليها لازم تحط لها اهداف في الاول. لو انا وده فكره التخطيط، لانه عكس التخطيط هو العشوائيه. فانا دلوقتي لو جيت حطيت بلان او خطه للثلاث اربع ايام بتوع العيد، انا هعمل ايه طول اليوم؟ وده مدخل فيه ولادي ومدخل فيه مثلا مراتي ومدخل فيه عيلتي، فانا حاطط حاجات منها مثلا ممكن اتفرج على موفي لطيف على اي قناه، ممكن يبقى في تواصل مع الناس، ممكن امارس رياضه. يعني برضو دي لسه ما زالت محتاجه تنزل عندنا في اللاوعي بتاعنا، ان الرياضه بقى جزء مهم. احنا للاسف في الاجازه بنعمل ايه؟ بننام. اقعد على الليزي تشير كده وحاطط رجلي على الكرسي اللي قدامي وفاتح التلفزيون طول الوقت. لا صح. هو النوم مفيش مشكله، بس انا شخصيا اهم هدف في حياتي في الاجازه ان انا انام. هو ده تخطيطي الاول. بس كام ساعه برضو؟ يعني كام ساعة؟ مفروض احنا الطبيعي من 6 ل 8 ساعات، ومفيش حاجة في علم الإدارة أو علم النفس اللي اسمها التراكم، إن أنا بقالي 5 أيام ما نمتش فأنام يوم كام، مش حاجة اسمها كده. والله مش حاجة اسمها كده، ده أنتِ بتقومي مرهقة، لكن أنا ما نمتش 5 أيام وده مش صح طبعًا، لكن هو عدد الساعات الطبيعي إن أنا أنام من 6 ل 8 ساعات. خلاص عملت يعني ده ما بيبقاش إرهاق يا دكتور، يعني أنا فعلًا أنا ملاحظة مثلًا لو الواحد اشتغل فعلًا 5-6 أيام ورا بعض ما كانش فيه نوم، خصوصًا إحنا كنا في رمضان تعبانة جدًا. تعبانة جدًا. هو خلايا المخ عشان يحصل لها كده تنظيف للحاجات اللي جواها اللي نتجت نتيجة لأي نشاط عقلي بتحتاج من 6 ل 8 ساعات متواصلة. مش كده يمكن عندنا مشكلة في رمضان إنه بعض الناس بتنام 8 ساعات متقطعين 4 و4، ده حقيقة. فده بيخليكي قايمة الصبح مش مرنة. لا أنا محتاج مينيمم من 6 ل 8 ساعات متواصلة. اي نعم اينشتاين كان بينام 10 ساعات بس بغض النظر